شو هي أهم توقعات الفلك لمواليد الأسد بشهر أيلول سبتمبر من عام 2020؟ عزيزي الأسد، عندك كاريزما كتير قوية بهالشهر ونجاح براق. شهر آخر من النجاح والحيوية والأرباح يلي بتحققها عبر حضورك الساحر وقدرتك على التعامل مع كل المستجدات بإيجابية وتفاؤل. فينوس في برجك ومارس في برج صديق هو الحمل وميركور في الميزان، طوالع فلكية كتير جيدة تدعمك وبتبشر بمرحلة جيدة لكل أنواع المساعي وعمليات البيع والشراء والمفاوضات والتحركات بكل الاتجاهات. ترتفع المعنويات بهالشهر وبتقدم أنت على مبادرة أساسية وبتستفيد من فرصة لإحداث تغيير بالشكل وبالمضمون. بتسجل عزيزي الأسد نقاط كتيرة لصالحك في المجال المهني. بيتحدث الفلك عن تجديد وتطور وتغيير، بيفرض نفسه وبيكون صالح جدا لإلك ومفيد. أما إذا استدعى بعض المشاريع الانتظار والصبر، فلازم إنك تواكب هالنمط بصمت وهدوء وتقدم. لما ينتقل ميركوري إلى الميزان بتاريخ 5، تشتد عزيمتك وقدرتك على كسب التأييد وقيادة فريق عمل بيوثق فيك وبقدراتك. أما أكثر المستفيدين فهن مواليد الدائرتين الأولى والثانية، في حين يمكن يصادفوا مواليد الدائرة الثالثة بعض التعقيدات أثناء المفاوضات. وظف عزيزي الأسد طاقاتك في مجالات البيع والترويج والإعلان، وتحدث عن منتجاتك واكسب كل أنواع الإعجاب والتأييد. رح تتاح لك فرص من خارج محيطك الاعتيادي، فبتوسع دائرة النشاطات. إذا كنت مؤلف أو ناشر أو كاتب أو معلم، فبتشارك في محاضرات ومؤتمرات تربوية وفكرية وثقافية وبتتألق بحضورك. أما في أواخر الشهر وعندما يدخل ميركور لبرج العقرب، يمكن تفاجأ بتغييرات غير متوقعة أو بنفقات تضطر لها وبتكون ملزمة لك، أو يمكن تشعر ببعض الضبابية في التفكير أو بحيرة ما تعرف شو بدك تاخد القرار وكيف بدك تمشي وإلى أي اتجاه تسير. كوكب فينوس بيغمرك بتأثيراته الحلوة على حياتك الشخصية والعاطفية، وهو بيزورك ابتداء من تاريخ 6، بيستقر عندك الأيام الأولى من الشهر المقبل، يعني شهر تشرين الأول أكتوبر. بيزيدك فينوس جاذبية، بيجعلك محط الأنظار والاهتمام وبيدفعك للمقام الأول في بعض المجالات. بتستفيد من هالطوالع حتى تسوي بعض المشاكل السابقة، أو حتى تستعيد محبة الآخرين، أو حتى تشرق بضوء من جديد. تكثر الدعوات والمناسبات السعيدة وبتلاقي نفسك عاشق ومتحمس. كتير بتشتد شعبيتك بهالشهر، خاصة إذا كنت بتشتغل بالشأن العام، بتكون على موعد مع جديد ويخفق له القلب. أنت تحسن مخاطبة الحبيب والشريك، ورح تجعله مغرم فيك ومحيط بكل اهتماماتك وواعي لكل خياراتك. اترك هالتأثيرات الفلكية تحمل لك الهدايا. أحلام يا عزيزي، بس لازم تبقى واقعي. أحلام بس ما توقع بالأوهام.